السلام عليكم. من بين المتغيرات والتحركات العسكرية والسياسية على مستوى الداخل اليمني، تأتي التحركات الدولية والإقليمية كعامل إضافي وعبء إلى إرث الانقلاب والحرب. الموقف الأمريكي والبريطاني الأخير بالدعوة لهدنة هو السائد العام في اللحظة السياسية الراهنة في بلادنا. ومن بين تلك المتعلقات بتلك اللحظة، تأجيل بريطانيا لمشروع قرارها المقدم لمجلس الأمن. التعاطي الإيجابي مع الهدنة كان واضحا من قبل السلطة الشرعية والتحالف العربي، كما جاء في تصريحات مصادر عليا للسلطة الشرعية والمملكة العربية السعودية. أما الموقف الإيراني المعادي لليمن وأمنها واستقرارها، فهو يتجدد بين فترة وأخرى، ربما آخرها ما جاء على لسان المستشار العسكري الإيراني حول تقديمه دعم لقيادات وضباط حوثيين ومؤتمرين، وكذلك تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني إن اليمن وسوريا خارج الاتفاق النووي. وهنا نتساءل كيف انتقل الحديث عن اليمن ليتزامن مع الحديث عن الملف السوري؟ هل تجاوزت اليمن مربع الصراع الإقليمي إلى الدولي؟ وكيف أصبحت التحالفات الدولية هي المسيطرة على مصير اليمن؟ وما تأثير هذه التجاذبات والعمل العسكري تحديدا من أجل استعادة اليمن من بين فكي الانقلاب؟ مشاهدينا الكرام، حلقة المساء اليمني ستكون حول هذه الأسئلة. اسمحوا لي فيها أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد الزرقة. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء النور أستاذ أحمد. ونحن نتناول هذه النقلة، ربما اليمن الآن في مربع صراع الكبار. بداية دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ونعود لبداية النقاش. اليمن ورقة في صراع الكبار، هكذا تبدو واحدة في طاولة التجاذبات الدولية والإقليمية التي تذهب نحو إدارة النزاع أكثر من عملها على حله، حيث تؤكد كل المؤشرات أن هناك قفزة ليس على المرجعيات التي من بينها القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي ذاته وحسب، بل وعلى إمكانية وقف الحرب وتحويل اليمن إلى محرقة أخرى تضاف إلى سجل الجرائم العالمية. يظهر الموقف الأمريكي والبريطاني المتمثل بطلب الدعوة العاجلة لهدنة ووقف فوري وغير مشروط للقتال في اليمن، موقف يراه مراقبون يتسق زمنيا مع التقدم الميداني للجيش الوطني والمقاومة الذي تجاوز الخط الأحمر في صعدة متجها صوب معقل الميليشيا، محاولة لإعادة موضعة الميليشيا في متارسها في حرب استنزاف يخسر فيها اليمن ولا ينتصر أحد، فيما يضع الجانب البريطاني مشروع قراره المتعلق باليمن في مجلس الأمن الدولي في مرحلة الانتظار لمدة أسبوع واحد قبل دعوة أعضاء المجلس للتصويت عليه، بحجة أن هناك خطة أممية جديدة لوقف الحرب في اليمن. هكذا إذن تبدو التحركات الدولية المكثفة لطرح خطة شاملة لحل النزاع المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف والتوجه إلى طاولة المفاوضات. وفي المقابل من كل هذا، تظهر إيران سافرة النوايا وهي تكشر عن أنيابها وتعلن أن اليمن كما سوريا لا تزالان ورقتين رابحتين في ماراثون هيمنتها على المنطقة، إذ تؤكد تصريحات مساعد الخارجية الإيرانية أن تدخلها في اليمن وسوريا لا علاقة له بالاتفاق النووي المبرم مع طهران. يتخوف مراقبون أن تدويل الملف اليمني سيأتي على حساب المدنيين مقارنة بما يحدث في سوريا والعراق، حيث تسقط قيمة المدنيين في المعركة التي تحتشد فيها أسلحة الدول الكبرى في مباراة صفرية النتائج سوى ارتفاع قياسي لضحايا خارج أرصدة النصر والخسارة. فهل انتقلت اليمن من مربع الصراع الإقليمي إلى حالة الصراع الدولي، وهو ما قد يعني إطالة أمد الأزمة؟ إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة أرحب مرة أخرى بالصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقة. مرحبا بك معنا في هذه الحلقة. ربما دعني أبدأ معك بالسؤال الأخير الذي كان في التقرير الذي شاهدناه قبل لحظات، هل انتقلت اليمن الآن من الصراع الإقليمي إلى الصراع الدولي، ربما صراع الكبار كما يقال؟ بالتأكيد إطالة أمد الأزمة في اليمن وعدم حسم المشكلة اليمنية، وايضا عدم وجود مخارج سواء عن طريق الامم المتحده او عن طريق اللاعبين الاقليميين ادى الى تدخل واضح ومباشر هذه المره، ربما عن طريق الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا عبر اللجنه الرباعيه، او ما الموقف الروسي الاخير اليوم الذي بدا وكانه
يبحث عن نصيب في الكعكة أو يبحث عن أيضا مقايضة للملف يعني لإعادة وجوده في المنطقة، سواء مقايضة الملف اليمني بالملف السوري. اليوم الموقف الروسي بدأ غير مفهوما، لكن يأتي في السياق أن هناك إعادة تحالفات جديدة تم تشكيلها، هناك الآن حلف روسي إيراني واضح جدا في هذه المرحلة، مقابل فشل السعودية إلى حد كبير في أن تشكل تحالف كبير جدا. تحولت السعودية ربما إلى هدف حتى حلفائها، هدف الابتزاز. أيضا اليمن تحولت إلى ضحية، سواء ضحية للفشل الإقليمي والدولي وفشل الأمم المتحدة. اليوم ما يحدث من محاولة نقل المشكلة أو تدويرها، بدلا أن كانت الجميع متفق، ربما كان قبل عام كان مجلس الأمن والدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، نعم، والدول الدائمة العضوية يعني كانت على موقف واحد داعم لوجود للتحالف، لعمليات التحالف في اليمن. اليوم الوضع اختلف بشكل كبير جدا، هناك تحولات وتبدلات في المواقف، وبالتالي هي انعكاس لعدم قدرة الأطراف الدولية وأيضا الحكومة اليمنية مع حلفائها في التحالف على حلحلة الأمور والتقدم أو إنجاز خطوات يعني على الأرض، خاصة الإنجازات توقفت منذ أكثر من عام على الأرض بعد تحرير مناطق في الجنوب. ما حدث اليوم هو محاولة لتشتيت الانتباه، ربما تخفيف الضغط على الميليشيا الذي هو ربما توقف بشكل كبير جدا. كان الناس يتوقعون أن يشكل عملية استشهاد اللواء الشدادي دافع كبير جدا للقوات الجيش الوطني والمقاومة، خاصة مع أنها تزامنت مع فتح جبهة في البقع، لكن ما يحدث تحركت جبهة البقع فتوقفت بقية الجبهات، وهذا ماذا ما يحدث عادة في المسار العسكري جداً. يعني تحركت في ناحية وتوقفت أخرى، والجميع ربما لاحظ كيف أن صنعاء هي ربما خط أحمر بالنسبة للمواقف الدولية. لكن أستاذ أحمد، يعني تعاملوا مع بلادنا كورقة أو يعني كمرحلة للصراع، بطبيعة الحال سيؤثر على مسار القضية اليمنية العادلة، من أي ناحية برأيك سيكون هذا التأثير؟ أولا هناك سوء إدارة داخلية وسوء إدارة خارجية. كان اليمن تحولت إلى ساحة للصراع الإقليمي، ربما تم جلب بقية المتصارعين خارج اليمن إلى اليمن. هناك مشكلة كبرى تتعلق في أنه لا توجد رؤية واضحة لا لدى الحكومة اليمنية ولا لدى حلفائها، وأيضا السعودية ربما أساءت التقدير كثيرا في عدم يعني حسمها للأمور أو دعمها بشكل واضح وصريح لاستكمال بقية تحرير بقية المحافظات من الميليشيا. نحن اليوم أمام وضع ربما خطير جدا على الصعيد الإنساني، على الصعيد السياسي، لكن ما يدور في اليمن هو فشل كبير للسياسة، سواء للسياسة الدولية والإقليمية، أيضا للسياسة الأمم المتحدة التي فشلت في أن تحقق أي حلحلة في الملف اليمني. بالتأكيد كان هناك شبه محابة واضحة للميليشيا، تدليل بشكل كبير جدا. كلما مر يوم ربما كان يحسب لصالح الميليشيا وصالح تحالفات الحوثيين وصالح في استعادة تموضعهم في الساحة اليمنية، لكن على حساب معاناة اليمنيين. اليوم المعادلة السياسية باتت واضحة جدا من خلال تصريحات جون ماكين السيناتور الأمريكي الذي قال بشكل واضح اليوم أن إيران يعني استغلت من الأموال التي تم الإفراج عنها من نتيجة الاتفاق النووي لتزويد الحوثيين بالسلاح وأيضا للضغط في ورقة سوريا واليمن. اليوم أيضا كان مساعد وزير الخارجية الإيراني يتحدث بكل وضوح أن اليمن وسوريا خارج الاتفاق النووي، وبالتالي نحن أمام إعادة تموضع للقوى الطامعة في أن تكون اليمن هي إحدى مناطق الصراع. اليوم ما يحدث أن العالم يتقاتل في المنطقة العربية، يتقاتل في سوريا، يتقاتل في العراق. اليوم اليمن ربما تصبح منطقة ثالثة، خاصة مع التصعيد الذي شهدته الفترة الماضية عندما وصلت البارجات الأمريكية إلى الشواطئ اليمنية وتم استهدافها، وبالتالي نحن أمام يعني حالة من تكرار لسيناريو الصراع الذي كان في سوريا. بدأت إيران ومن ثم روسيا ومن ثم تم جلب الآخر إلى هناك، واليوم نحن يعني
يتم تكرار الموضوع، رغم أن هناك قرارات أممية واضحة بأن يجب على الإنقلابيين ترك السلاح ويجب أيضا استعادة الدولة، لكن الآن هناك تخلي عن هذه القرارات. وشهدنا الدعوة الأخيرة لوزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الأمريكي والمتحدة يدعون إلى يعني عودة للمفاوضات بدون أي اشتراطات. وشاهدنا أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي هو من يقول أو هو من يوصل للعالم موافقة ميليشيا الحوثي على الهدنة، وبالتالي هذا يضع الكثير من الاستفهامات حول حقيقة التحركات التي دارت. نعم، عند هذه النقطة أستاذ سأعود إليك، ولكن اسمح لنا أن نشرك أيضا معنا في حوارنا هذا الأستاذ ياسر الحسني، صحفي برئاسة الجمهورية عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور لك أختي ولضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ ياسر. يعني هناك اقتراح دولي بهدنة لمدة 72 ساعة قابلة للزيادة رحبت بها الحكومة اليمنية والتحالف العربي أيضا، كيف تقرأ هذا التعاطي الإيجابي المتكرر لأي دعوة لهدنة؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. الحكومة الشرعية تتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات التي من شأنها أن توقف نزيف الدم اليمني، التي من شأنها أن تسكت المدافع وصواريخ وحرب وجنون الميليشيا الإنقلابية التي دمرت وتدمر اليمن. الحكومة الشرعية تستشعر بالمسؤولية التاريخية أمام الشعب اليمني. الحكومة الشرعية تشعر بمعاناة المواطن في صنعاء وفي تعز وفي مأرب وفي كل أرجاء الجمهورية اليمنية، بينما هذه الميليشيا الإنقلابية لا تكترث أبدا بتبعات ما قامت به بانقلاب على السلطة. بالتأكيد اليوم الحكومة الشرعية تتعاطى بإيجابية، على الميليشيا الإنقلابية هذه المرة أن تكون جادة. وأنا أقول رأيي الشخصي بأن الميليشيا ليست جادة وبأنها ستكرر نفس السيناريو السابق في الانقلاب على التعهدات وعلى الالتزامات وعلى الهدن. للأسف الشديد بأن هذه الميليشيا تفهم من الهدن بأنه يتم مقص طيران التحالف العربي، وبينما هي تستمر في الحصار تعز وقصف المواطنين في البيضاء وقتل المواطنين في كثير من المحافظات. إذا استمرت الميليشيا الإنقلابية يعني بسلوكها السلبي في فهم الهدنة في اليمن، أعتقد بأن فرص نجاح الهدنة ستكون هشة وضعيفة. نعم، ولكن أستاذ ياسر يعني هذه ليست المرة الأولى التي يعني تكون فيها هدنة ربما لا يستفيد منها عمليا من هم واقعون تحت ضغوطات وحصار الميليشيا، فهل سيتعاطى الجانب الآخر مع الهدنة بنفس يعني تعاطيه المرات السابقة، وما الفائدة إذن؟ والله هناك رغبة دولية يعني إيقاف الحرب وإيقاف هذا الجنون الميليشاوي في حربه على الشعب اليمني، والحكومة الشرعية ترحب بأي مبادرة في هذا الجانب. ولكن على ما يبدو بأن الميليشيا الإنقلابية لا تزال في غيها السابق. نحن نعرف جميعا أن لديها تاريخ أسود في الانقلاب على التعهدات منذ الحروب الست وتمردها على الدولة وحتى اليوم. هي فقط تريد أن تتخذ الهدن كتكتيك عسكري لالتقاط أنفاسها وترتيب صفوفها على الأرض. نعم، هذه الرغبة الدولية أستاذ ياسر، هذه الرغبة الدولية هل ستستطيع أن تفرض على ميليشيا الحوثي أن يعني الموافقة على هذه الهدنة، أم أنها ستظل مجرد رغبات يلتزم بها الطرف الشرعي فقط؟ على ما يبدو أن من يحرك الميليشيا الحوثي من الدول الفاعلة في المنطقة مثل إيران هي من تتحدث للعالم بأن ميليشيا الحوثي جادة وستنفذ الهدنة. على ما يبدو الميليشيا الحوثي للأسف هي مجرد أداة لدول في المنطقة تريد أن تجعل اليمن بوابة لاستهداف المنطقة والخليج، وتجعل اليمن أحد المقرات لهذه الأدوات القذرة التي لا تكترث بتبعات ما تقوم به من جرائم بحق الشعب اليمني. أنا أتمنى أن تنجح هذه الهدنة وأن تكون هذه المرة الميليشيا صادقة. حقيقة الشعب اليمني هذه المرة يعاني والأمور مختلفة، ليست ككل المرات. اليوم الكوليرا تجتاح للشعب اليمني، اليوم المجاعة تجتاح الحديدة، اليوم الموظفين في صنعاء لا يستطيعون يستلموا رواتبهم، اليوم في تعز أكثر من 4 مليون مواطن يتعرضوا للقصف اليومي والحصار ومنع دخول الماء والغذاء. الحكومة الشرعية حريصة هذه المرة على إنهاء معاناة الشعب اليمني، وإنهاء معاناة الشعب اليمني كما نصت البيان الرباعية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. لا بد من حل القضية اليمنية وإنهاء هذه الحرب بعلاج أسباب هذه المشكلة، وهو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء هذه الفوضى التي تعيشه بلادنا الحبيبة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك ياسر الحسني، الصحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، نحن نتحدث عن
الهدنة التي ربما رحبت بها الحكومة اليمنية، هل يعني تقرأها أنت بأنها ربما كما تحدث الأستاذ ياسر رغبة دولية في إنهاء الحرب، خاصة وأنها يعني هدنة قابلة للزيادة والاستمرار؟ الرغبة وحدها لا تكفي، خاصة أن المجتمع كان المجتمع الدولي لديه رغبات متعددة. ربما منذ عام 2014 و2015 كان هناك العديد من القرارات الأممية، الرغبة الحقيقية كانت تتمثل في تطبيق هذه القرارات، لكن أن يعود الجميع إلى هدنة وتعود الأمور إلى نقطة الصفر دون الضغط الحقيقي على الميليشيا ودون أيضا إجراء أي خطوات حقيقية كفيلة بإنهاء هذا الانقلاب، هي تعتبر ليست أكثر من فرصة لاستعادة الأنفاس، خاصة أن اليوم هناك رغبة بإيقاف يعني العودة إلى جذور، ليس إلى جذور المشكلة بل إلى حل يقفز على جذور المشكلة. الحل الأصل أي حل لا يجب أن نقوم على إنهاء الانقلاب، وأي حل غير ذلك ليس إلا ربما محاولة لإعادة إحياء الروح في لدى الميليشيا. هناك مشكلة كبيرة جدا تتعلق أولا في التعاطي، ربما الحكومة تتعاطى إعلاميا مع الهدنات أو مع الدعوة لإيقاف الهدنة، الميليشيا ربما تأخرت كثيرا ويبدو كأنها تريد أن تقول أنها هي الطرف الأقوى، هي الطرف الذي لديه اشتراطات معينة للوقف. أيضا كان هناك اشتراطات بأن يتم، وهذه المرة تم عن طريق روسيا، اللي هو فرض حظر جوي على اليمن وبالتالي وقف عمليات التحالف، وبالتالي هناك محاولة يعني إزاحة التحالف من المعادلة والاكتفاء بتحويل الصراع إلى صراع يمني داخلي، وبالتالي يعني سلب الجيش الوطني أو المقاومة أحد أدوات الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي أو حتى العملياتي، مقابل استمرار تدفق الأسلحة على الميليشيا، مقابل أيضا استمرار سطوتها ووجودها في العاصمة، أيضا مقابل أنها تمنح دور خلال المرحلة المقبلة ربما على طريقة ثلثين وثلث، وهي الذي كان تم اقتراحها خلال سواء المبادرة الأخيرة أو الرؤية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى الأمم المتحدة عندما تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة أقسام، الميليشيا الحوثي قسم ثلث وصالح ثلث والحكومة الشرعية ثلث، وبالتالي هذه قسمة ضيزة لا يمكن أن يصلح بها الشأن. هناك مشكلة كبيرة جدا تتعلق أولا في فشل الحكومة، ربما هذه هي أحد الأسباب التي تجعل العالم يضغط باتجاه إشراك الميليشيا أو إشراك صالح في الحل، وهي أن هي تعتقد أو المجتمع الدولي يرى أن من يمتلك الأرض هو من يمتلك القرار. هناك مشكلة كبيرة جدا، ربما بهذه الورقة يستطيع الميليشيا إقناع المجتمع الدولي، هي أحد الأوراق التي تقدمها أن نحن مسيطرون على الأراضي التي تحت أيدينا ونحن مسيطرون عليها أمنيا، حتى في برغم انتشار المجاعة وعدم صرف المرتبات، إلا أن الأوضاع مسيطرة عليها أمنيا نظرا للقبضة الأمنية العسكرية المتوحشة، وهي الذي ربما هي جزء أو استثمار للورقة الأمنية التي كانت تستخدم إبان الثورة الإيرانية ضد المعارضين، وبالتالي نحن أمام نظام قمعي استفاد من تجربة طويلة للأجهزة الأمنية واستفاد أيضا من خبرات مستوردة من الحرس الثوري الإيراني في قمع المعارضين في إرهاب الناس، يعني حتى من يطالب بصوته اليوم أصبح هو جزء من المرتزقة وجزء من العدوان، وبالتالي هذه مصطلحات إرهاب، هناك إرهاب يمارس ضد المدنيين في داخل المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثي، لكن العالم لا يرى بهاتين العينين، لا يرى هذه الممارسات، لا يرى أن هناك آلاف المعتقلين، لا يرى أن هناك أوبئة وأمراض، لا يرى أن هناك فساد كبير جدا وأن هناك ثراء كبير حقيقة. لماذا لا يرى؟ هل هي رغبة أم يعني فشل في الطرف الحكومي بإيصال هذه الصورة المشوهة أو الحقيقية يعني لنقل التي يعيشها اليمنيون؟ هناك أولا سوء إدارة للملف الإعلامي وسوء إدارة من الحكومة ومن التحالف، ويعني إلى الآن لا يوجد ملف يرصد هذه بشكل واضح. العالم يعني نلاحظ أن الميليشيا الحوثي وصالح
تمتلك أدوات إعلامية كبيرة جدا، تمتلك تغلغل واختراق للمؤسسات الدولية والإنسانية. ما زال إلى الآن معظم المنظمات الإنسانية والدولية تمارس نشاطها داخل العاصمة صنعاء بإشراف ورقابة وتحركات والإشراف عليها من قبل الميليشيا الحوثي، بينما لم تذهب إلى عدن، لم تذهب إلى محافظات أخرى، لم تذهب إلى مأرب. وبالتالي نحن هناك ازدواجية في المعايير عندما تصر المنظمات الدولية على العمل والتعاون مع الميليشيا وتغفل احتياجات أكثر من 16 محافظة أخرى خارج سيطرة الميليشيا. هناك بالتأكيد أن هناك خلل في المنظومة الدولية، هناك بالتأكيد عشرات. هذا الخلل أستاذ يعني ربما يجعلنا نتساءل، يعني هناك تناقض عجيب في المسألة اليمنية، هناك قرارات دولية واضحة وهناك أيضا صراع أو مصالح دولية أخرى، كيف تفسر هذا التناقض وكيف يمكن الوصول، يعني هل يمكن أن ينفذ أحد المتناقضين؟ للأسف تم ربط القضية اليمنية بالوجود السعودي، هناك المال السعودي ربما أو هناك رغبة من عدد كبير من الدول أو المنظمات لديها مواقف من السعودية، أصبح المال السعودي ربما هو محط أنظار للعالم، وبالتالي شاهدنا أن الجميع يبتز السعودية، وبالتالي هو يعني المواقف هذه إزاء اليمن هي جزء من ابتزاز السعودية، وبالتالي نحن اليمنيون ذهبوا ضحية هذه العلاقات، ربما علاقة السعودية غير المتزنة أو غير المتوازنة مع المجتمع الدولي، رغبة العالم في ابتزاز السعودية في الحصول على صفقات سلاح وإلى ما إلى ذلك جعل الجميع يقايضونها بالملف الإنساني في اليمن، وبالتالي نلاحظ أن اليمنيين ذهبوا ضحية هذا التعامل غير المنطقي عندما تم ربط الملف اليمني بالملف السعودي مباشرة، لا يتم النظر إلى المسألة اليمنية بمعزل، خاصة أن شاهدنا خلال الفترة الماضية الحديث عن ضغوطات كبيرة جدا تتعلق بانتهاكات للتحالف، وهي طبعا انتهاكات ربما نتيجة غارات التحالف لكنها لا تقل سوءا عن تلك الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون على الأرض، ولكن يتم النظر بمعيارين، معيار لأن هناك من هو موجود في الأرض هو من يقوم برفع التقارير، لاحظ أنه خلال حتى في مدينة عدن أو حضرموت أو عدد من المناطق أيضا حتى في أبين في لحج هناك عشرات أو مئات الجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من قبل الميليشيا، تفجير منازل، انتهاكات، اعتقالات، اختطافات، وما زالوا إلى الآن يعانون، لكن لم ترفع بشكل صحيح إلى العالم، لم تناقش هذه في المحافل الدولية، لم ترفع المجلس حقوق الإنسان، لم يتم تشكيل ملف جنائي لملاحقة الميليشيا، بينما هناك الطرف الآخر يعمل ويوثق كل غارة، كل حتى أنه شاهدنا خلال فترة من الفترات يتم سرقة يعني ضحايا من الغام وتصويرهم على أساس أنهم ضحايا للطيران، وبالتالي هناك معايير مختلة والعالم يغمض عينيه لأن نظرا هم يعتقدوا أن الحكومة الشرعية هي جزء من السعودية، لكن الحكومة اليمنية هي جزء من اليمن وليست جزء من السعودية، المقاومة هي مقاومة يمنية، لكن شاء القدر أو شاءت الظروف أن يلجأ الرئيس هادي إلى السعودية، وربما هذه كانت آخر أوراقه التي كان بإمكانها اللجوء إليها، لكن أن يعامل اليمنيون أو أن يعاقب العالم اليمنيون على طلب يعني على طلب المساعدة من السعودية، فهذه يعني وجهة نظر أخرى فيها كلام كبير جدا، يجب على العالم أن يرى الملف اليمني بمعزل عن القضية السعودية وخلافاته مع السعودية، هناك مشكلة كبيرة جدا تمثلت في انقلاب أكل الدولة والتهمها ويعني ذهب إلى شن حروب عبثية ضد المدنيين، وبالتالي نحن بحاجة إلى مراجعة الملف الإنساني والملف القانوني، الحكومة لابد عليها أن تتحرك أكثر، لابد على الحكومة أن تعود إلى اليمن، لابد عليها أن أيضا يعني حتى عودتها إلى الجزئية إلى اليمن ربما هي عودة بروتوكولية، لم تستقر، لم تبدأ في تنفيذ أي خطط، لم تعلن حتى موازنة للدولة، لم تعلن عن خطة، وبالتالي هي وجودها ليس إلا يعني للتغطية الإعلامية إلى حد ما، لكن إلى الآن هناك قرار كان قرار تم اتخاذها بنقل البنك المركزي، بإعادة تشكيل الحكومة، بتعيين وزراء، لكن هؤلاء الوزراء ليسوا موجودين في الأرض، ما زال هناك كل وكلاء الوزارات وحتى الوزارات ليس لها مقرات في الداخل، ما زال الوزراء في الخارج وما زالوا لا في الداخل ولا في الخارج، نعم، وبالتالي يعني هذه نحن أمام في أمام يعني أداء يعني حكومة تعمل عن طريق الحقيبة، نعم، وربما حتى لا تمتلك الحقيبة اللازمة لأداء مهامها. نعم نواصل أستاذ أحمد هذا النقاش، ولكن اسمح لنا أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير والعودة إليكم. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أهلا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني كيف أصبحت القوى الدولية هي المسيطرة على مصير اليمن؟ كيف انسلت من بين المصير الإقليمي إلى المصير الدولي بهذا الشكل؟ ربما العالم ترك فرصة أو محاولة لحسم الأمور في اليمن لأكثر من عام ونصف، لكن ما حدث أن الفشل في حسم هذا الملف ربما أولا عن طريق العملية العسكرية، كان هناك لم تكن هناك رؤية واضحة، كان الاكتفاء بالعمليات العسكرية الجوية ربما كان خطأ تكتيكي كبير جدا، كان هناك يجب أن نترافق مع ذلك عملية برية واسعة كما على غير تلك التي حدثت في عدن أو حدثت في أبيان أو حدثت في غير المناطق. كان الشهيد اللواء الشدادي رحمة الله عليه يقول قبل أكثر من عام أن الخطوة الأولى هي صعدة وليس صنعاء، إذا تم تحرير صعدة سيتم تحرير صنعاء، لكن لم يتم الالتفات إلى ما كان يقوله. الشدادي ربما سقط وفقد حياته نتيجة إصراره على حسم معركة مأرب بشكل واضح جدا في وتطهير صرواح وغيرها من المناطق، باعتبار أنه تطهير صرواح بإمكانها أن يجعل الجيش الوطني أكثر قدرة وقابلية للتحالف، لكن يبدو أن هناك صراع إرادات داخل التحالف بشكل واضح. ربما هناك صراع بين المملكة العربية المتحدة، بين المملكة العربية السعودية وبين الإمارات ربما في حجم الأولويات. هناك أيضا أوراق معينة يتم استخدامها، هناك أيضا ضغوط دولية، هناك أيضا الوجود الإيراني البارز خاصة في ظل علاقته بالوطيطة بعدد من مكونات الحراك في الجنوب، وبالتالي نحن أمام محاولة كبيرة لخلط الأوراق. هناك أيضا عدد من الإعاقات أو الفيتوات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، هناك أيضا الانقسام داخل أيضا المجتمع الدولي حول كون يعني ضرورة البحث عن حل بخري السياسي. كان هناك حديث عن معركة صنعاء قبل أكثر من عام، لكن كان هناك فيتو أمريكي حول هذه الموضوع، لكن أيضا الحكومة هي تتحمل جزء من المسؤولية أنها أيضا عندما لم يكن لديها خيار سياسي ولم يكن لديها خيار عسكري. نعم، نعود لهذه النقطة أستاذ أحمد بعد أن ينضم إلينا العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور سيادة العميد. هناك تحركات دولية مؤخرة، حديث عن هدنة أمريكية بريطانيا أيضا، كيف تقرأ تلك التحركات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وقتي الكريمة وللضيوف الكرام. الحقيقة أن الأستاذ أحمد الزرقة لم يترك لنا شيء، فقد شخص الداء ووضع الدواء وما نقولها في نظري هامشي، ولكن على كل حال تتكيف سياسة دول التحالف الوقت الحالي مع البيئة الدولية السياسية منها والصادقة وأيضا الضاغطة منها والتي تعمل على التناقضات وهذا عمل استخبارات نقيب. ما وافقت عليه اليمن ودول التحالف هو كما أشار زميلنا العزيز والهدف حماية أرواح مقدرات الشعب اليمني مع الإبقاء على الأهداف الرئيسية لعاصفة الحل. إحنا إلى الآن لم نسمع من الانقلابيين ردة فعل رسمي، من يتكلم عنهم هم يا أمريكا أو إسماعيل ولد الشيخ هو من يتعاطى بهذا الموضوع كأنه وزير الإعلام للانقلابيين مع الأسف. ويبدو أنه كما يقول بعض المراقبين عودوه الحوثيين على الكذب. نعم سيد، دول التحالف أختي الكريمة مع التوجه السلام مع تدعم جهود السلام، ولكن بشرط ما يحقق متطلبات الأمن الوطني لليمن أولا ثم للمملكة العربية السعودية وباقي دول الجزيرة العربية ودول الخليج وأيضا دول الإقليم. وبالتالي ننتظر ما هي خارطة الطريق الذي سيعلن عنها اسماعيل ولد الشيخ. نعم، عند حديثك عن اسماعيل ولد الشيخ استاذ سيادة العميد، يعني تحدثت انه ربما كناطق اعلامي للميليشيا، ولكن يعني ان يصبح الرجل مكشوفا بهذا الشكل، هل هذا امر يعني منطقي بالنسبة للمجتمع الدولي؟ كيف تفسر هذا الامر؟ ما نقراه كمراقبين غير منطقي، قد نرى من زاوية واحدة والاخرين في مستوى اعلى يرون من جميع الزوايا. هذا الاختلاف بين المراقب والمحلل الاستراتيجي وبين صانع القرار، من ينظر من أعلى إلى المشكلة ينظر إلى جميع الاتجاهات والزوايا. احنا ننظر نشخص الحالة كما زميلنا أحمد شخص الحالة بشكل عام في اليمن منذ البداية إلى الآن، وأنا أتفق معاه بكل ما قال عن
ضعف القيادة الشرعية اليمنية قيادة ونائبا ودولة ووزراء ورئاسة أركان، مع الأسف ضعف الإعلام، مع الأسف ضعف تأثيرهم في المجتمع اليمني. إقليم آزال لا زال كتلة واحدة، هناك تأثير أيضا من بعض مجموعات في الحراك، هناك اتهامات لحزب الإصلاح في بعض الاتجاهات، هناك 3 مليون في صنعاء يساهمون مع الإنقلابيين فيما يحدث لليمن من دمار للأنفس والبنية التحتية ومن الفقر والجوع والمجاعة والمرض الذي استشرى. نعم، ولكن أيضا طرح الأستاذ أحمد مسألة يعني فشل السعودية بتشكيل تحالف دولي هو ما جعل البساط ربما يسحب منها وتتحول المسألة من صراع إقليمي إلى صراع دولي، ما رأيك؟ السعودية نجحت أولا في تشكيل التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن وللدفاع عن أمنها الوطني، وهذا حق سيادي لكل دولة، وبتر المشروع والقضاء عليه، ليس بتره فقط، القضاء على المشروع الإيراني، وهذا قرار استراتيجي لا يمكن مهما كانت الضغوط الدولية أن تتنازل عنه. المملكة العربية السعودية لن تقبل بوجود إيراني في اليمن على غرار ما هو موجود في سوريا والعراق ولبنان، لا يمكن أن يكون هناك حزب للشيطان آخر شمال اليمن. الأمور انتهت، ولكن لأن هناك التناقضات والخلل الحاصل في البيئة اليمنية الداخلية مع الأسف أدى إلى أن تطول المدة. الحكومة اليمنية الرئيس هادي يعمل أحيانا يطالب خادم الحرمين الشريفين على الموافقة للهدنة، ينظر بعين العاطفة فخامة الرئيس، وبالتالي التحالف بشكل كامل الذي تقوده بلاد المملكة العربية السعودية يتوقف عند هذه النقطة ويوافق على الهدنة. لم تخرج أي هدنة بأي نتيجة، آخر هدنة استثمرها الانقلابيون لمدة 3 أشهر تقريبا، أدخلوا لليمن ما خسروه من معدات وأسلحة. بعض المراقبين مع الأسف نعم، عند هذه النقطة سيادة العميد يعني يود أن يتداخل معك ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد عند هذه النقطة، تفضل أستاذ أحمد. بالنسبة لموضوع الهدنة وأن الرئيس هادي يمارس ضغط على المملكة، يعني ربما هو مبالغة في الموضوع، لا يملك الضيف أن يفرض شروطا على مضيفه هذا أو ابتداء. بالأمس كان موقف عادل الجبير قبل موقف الحكومة اليمنية، أمس كان عادل الجبير يصرح أن المملكة مع الهدنة وأنها ستدعم التهدئة في اليمن في حال موافقة الحوثيين على ذلك، وبالتالي بعد ذلك ربما بساعات طويلة جاء موقف الرئاسة اليمنية عن طريق تصريح لأدلى به وزير الخارجية وبالتالي اليمني عبد الملك المخلافي في المساء، بينما كان تصريح الجبير صباحا، وبالتالي نحن أمام الحديث أن هناك ضغط يمني من أجل الهدنة ربما. نعم، فيه مبالغة. إذا كيف تعلق على هذه النقطة سيادة العميد؟ يعني تصريح الوزير الخارجي عادل الجبير كان سابقا لموقف الحكومة اليمنية، وهناك كان ترحيب من قبل السعودية بهذه الهدنة التي ربما يعني فرضتها بريطانيا وأمريكا. أؤكد على 3 نقاط، أن المملكة العربية السعودية والتي تقود التحالف ومن ضمنها دولة اليمن الشقيق تدعم جهود السلام، النقطة الأولى. النقطة الثانية، أؤكد على أنه هناك في بيئة ضاغطة. النقطة الثالثة والذي كانت مسار استفسار من الزميل أحمد، هناك خطابات رسمية موقعة ومختمة من فخامة الرئيس هادي بطلب الموافقة على الهدنة موجهة للملك سلمان حفظه الله جميعا. لا أود أن نخوض في هذا الموضوع. في ما حصل في الهدنة الأخيرة لم أسمع عن ذلك، ولكن في الهدنة السابقة كان هناك خطابات ليست مثلبة ضد أحد، ولكن أنا واثق أنها من بعين العاطفة والرحمة للشعب اليمني لعدم سفك مزيد من الدماء. المملكة العربية السعودية نعم تتعرض لضغوط، ولكن سور المملكة عالي مع بعد الله سبحانه وتعالى مع دول التحالف. المملكة ليست وحيدة، المملكة لن تقبل إلا ما يعيد أهداف أو ما يحقق أهداف عاصفة الحزم بكامل شروطها ومرتكزاتها 3 والمعروفة لكل مراقب، وهي مبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني
والقرار 22/16. نعم سمعنا مندوب روسيا في مجلس الأمن يطالب أن يضمن القرار البريطاني المعروض لمدة أسبوع تقريبا أمام أعضاء مجلس الأمن أن يطالب بحظر طيران كما طالبت بريطانيا ردات فعل سياسية ومناكفات سياسية في مجلس الأمن. أنا أعتقد أنه لا نعتمد على الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة ليست مع أي حل في أي مكان في العالم، هي تدير القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية لمصالح ذاتية خاصة فيهم، لديهم استراتيجية تسمى بفرض الهيمنة. نعم، إذن سيادة العميد يعني اسمح لي بسؤال أخير، يعني ننتقل الحديث عن اليمن ليتزامن مع الحديث مع الملف السوري، وهناك ربما آخر تصريحات روسية والموقف الروسي الأخير الذي يطالب بحظر جوي على اليمن، كيف تقرأ هذا الموقف؟ لن يقبل ذلك إلا بضوابط وشروط قرار 22/16، تسليم السلاح والخروج من المدن وعودة الشرعية وإخراج المعتقلين والمخطوفين والسجناء. الأمور أصبحت واضحة، ولا هناك ممكن نتكيف مع بعض السياسات وبعض الضغوطات، ولكن لم تصل إلى الحد الذي يخل بشروط ما قامت عليه عاصفة الحزب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك العميد حسن الشهري الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. إذن أستاذ أحمد، يعني هذه التجاذبات التي تحصل في اليمن، هناك تحميل كبير للقيادة الشرعية لكثير من المواقف التي تتخذ، كيف يمكن يعني أن تؤثر كل هذه التجاذبات خاصة يعني مع توقف العمل العسكري في كثير من النقاط من أجل استعادة اليمن من بين فكي الانقلاب؟ أولا يجب الإشارة إلى أنه ما يحدث أن اليمن هو في عهدة المجتمع الدولي منذ ربما المبادرة الخليجية منذ 2011، واليمن في عهدة المجتمع الدولي، كانت كل الخطوات التي تجرى في اليمن تتم بإشراف ومباركة المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الدول 18، الدول ومجلس الأمن. هناك أكثر من 3 قرارات أممية، هناك أكثر من 4 أو 5 بيانات، وبالتالي نحن أمام حالة لا يتحمل نتيجة فشلها اليمنيون، بل يتحمل نتيجة فشلها المجتمع الدولي. هناك أيضا المجتمع الدولي الذي أصيب أصلا بالعديد من التضاربات وتباينات إزاء المشكلة اليمنية وإزاء أيضا المشاكل التي في الإقليم. بعد توقف مؤتمر أو بعد توقف الحوار، جولة الحوار الأخيرة في الكويت، تم ربما اتخاذ قرار آخر بربما البحث عن حلول خارج مجلس الأمن وخارج الدول 18، وتم تشكيل لجنة مصغرة هي اللجنة الرباعية المشكلة من وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، وبالتالي تم محاولة يعني اقتراح أكثر من صيغة توافقية، لكن جميعها لم تنجح، ولأنها أيضا جميعها كانت مبنية على ربما تقديرات أو تجاذبات معينة يقودها الموقفين الإماراتي أو وجهة النظر الإماراتية، في أنها لديها تصورات للحل تتعلق بدعم ربما المواقف على الأرض تختلف عن تلك التي تبحث عنها السعودية. أيضا كان هناك بريطانيا إلى حد ما متفقة مع قضية الطرح الإماراتي فيما يتعلق بالجنوب، في قضايا الوحدة، في قضايا أيضا دعم فصائل معينة في المقاومة أو عدم دعمها وإقصاء فصائل أخرى، وبالتالي لم تتفق حتى اللجنة الرباعية على صيغة معينة للحل. كان هناك الموقف الأمم المتحدة ربما الذي يشوبه الكثير من الأخطاء، يشوبه الكثير من الارتباك، موقف المفاد الأممي، ربما عدم درايته بخلفية الصراع اليمني بشكل واضح أدى إلى أنه يقع يمارس حوله ضغوط معينة داخل الأمم المتحدة أو حتى داخل المنظمات الأخرى، وبالتالي وقع فريسة محاولة إبداء الحياد الزائد عن اللزوم جعله يخطئ في تقديراته للمواقف وجعله أقرب للحوثيين. لعب الحوثيين استخدامهم لورقة المختطفين وورقة الرعاية الأمريكان الذين تحتجزهم في صنعاء، كل هذه الملفات استثمرها الحوثيون لصالحهم لتسجيل نقاط، بينما ظهرت الحكومة أكثر
عجزا وعدم قدرة على التحرك داخل المناطق، حتى لم تستطع تأمين وجود الحكومة والرئاسة بشكل واضح. ما زالت نعم أستاذ أحمد، لو يعني انتقلنا للموقف الإيراني الواضح في العداء لليمن، وكما تحدث العميد حسن الشهري بأن هناك يعني تصريحات أمريكية تقول بأن نعم استخدم المال الذي يعني أفرج عنه مقابل الاتفاق النووي في دعم الميليشيا ودعم أيضا سوريا. يعني هذا الموقف الذي يتجدد من فترة لأخرى، تصريحات المستشار العسكري الإيراني الأخيرة بأن هناك دعم للحوثيين والمؤتمر، أيضا هناك التصريح الأخير بأن يعني اليمن وروسيا خارج مربع الاتفاق النووي، كل هذا لماذا يصمت أمامه المجتمع الدولي رغم أنه أصبح موقف واضح وظاهر؟ نعم نحن ندعم هذه الفئة. أولا المجتمع الدولي لا يؤمن إلا بالمصالح، يعني أينما وجد مصالحه ربما سيذهب للتحالف حتى مع الشيطان. لاحظنا أنه تم غض النظر عن طهران أو عن تحركاتها في العراق وفي سوريا، ربما بدأ الموضوع في العراق، الموضوع يتم الرسم له منذ فترة طويلة، له علاقة أيضا بفكرة الشرق الأوسط الجديد، وله أيضا تقسيم المنطقة إلى منطقة سني، صراع سني شيعي، وهذا ما تم بشكل واضح جدا في العراق وفي سوريا، واليوم يتم محاولة جلبه إلى اليمن. الموقف الإيراني هو موقف قديم جدا، ربما تمثل من يعني موجود من خلال الحرب الثانية، تم استدعاء الموقف الإيراني بشكل واضح من قبل الرئيس صالح خلال الفترة الأخيرة. الرئيس المخلوع كان يتحدث بشكل مباشر أنه يريد دور إيراني في اليمن موازي للدور السعودي. أيضا كان هناك خبراء موجودين، وكان هناك تدريب، يعني تدريب لقيادات سياسية على مستوى عالي، كان هناك أيضا تدريب على مستوى إدارة الأزمة، كان هناك دعم لوجستي من قبل خبراء، وبالتالي الموقف الإيراني هو موقف نفعي يبحث عن مصالحه. كان هناك أطماع واضحة جدا، كان الحديث ربما في السنوات الماضية عن الهلال الشيعي، لكن اليوم لاحظنا أنه تم تجاوز الهلال الشيعي، وتم أيضا ربما تم استكمال الدائرة الشيعية، وبالتالي نحن الآن أمام خطر كبير جدا لم تدرك المملكة العربية السعودية ولا دول الخليج الخطر هذا. ربما كانوا مشغولين بقصص أخرى، في حتى أنهم كانوا أسهموا للأسف في إحدى يعني الفترات دعم النفوذ الحوثي داخل اليمن، خاصة بعد 2011 كان هناك علاقة اتصال واضحة بين المملكة العربية السعودية وبين الحوثيون، وكان هناك لقاءات في لندن ولقاءات في أماكن أخرى، وهذا باعتراف عدد من قيادات الحوثيون وحتى السعودية. وبالتالي الموقف الإيراني الأخير كان يؤكد مرارا أنه لن يتخلى عن وجوده في اليمن. في 2014 كان الحديث عن العاصمة الخامسة التي أو الرابعة التي تنضم للحلف الإيراني، وكان جميع تلك المؤشرات واضحة للعيان، لكن كان يتم غض النظر عنها. كان هناك من 2011-2012 عشرات الوفود التي تذهب إلى طهران بعلم ودراية الأجهزة الأمنية، لكن لم يكن هناك أحد يتحرك، لأنه في الأخير كان هناك تسهيلات تحظى، بالعكس كان هناك تسهيلات يحظون بها من قبل أجهزة الأمن القومي والأجهزة الأخرى. الموقف الإيراني هو موقف نفعي، يعني لو لاحظنا ما الذي قدمه الإيرانيون لليمن خلال الأزمة هذه، لم يقدموا سوى الألغام، سوى الصواريخ، سوى الأسلحة، لكن عندما احتاج حلفائهم إلى المال لم يقدموه، عندما احتاج حلفائهم وربما انتفضهم عند هذه النقطة، يعني بالتأكيد هم إيران لا تقدم المال، إيران تقدم السلاح، تقدم الخبرات، تقدم المواقف اللوجستية، لكنها لا تقدم مساعدات. كم مشروعا قامت به إيران في اليمن حتى خلال الخمسين السنة الماضية، نلاحظ أنه كان هناك المستشفى الإيراني ربما وكان يدار كخلية استخباراتية، لكن إيران تبحث عن مصالحها، ومن أجل مصالحها ستضحي بجميع اليمنيين وستقود المنطقة إلى محرقة ما دامت تقاتل من دفاع عن مصالحها في اليمن،
وفي سوريا وفي العراق، فلتذهب هذه الدول إلى الجحيم. هذا الموقف الإيراني، وبالتالي إيران حرصت منذ ربما بعد توقف الحرب العراقية الإيرانية على تصدير، محاولة تصدير الثورة، محاولة تصدير الصراعات، القفز إلى أعلى بتصدير الأزمات والحروب خارج إيران، من أجل أيضا الحفاظ على أمنها القومي وأيضا يعني تحصيل مكاسب. إذن الصحفي والمحلل السياسي أحمد الزرقا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في المسالة من لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم أيضا لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مسالة من جديد. كنوا برعاية الله وأمنه.